حامية الوطيس بين الأرصاد الجوية وطقس العرب، وكل فريق يؤكد والله أنا اللي جبت الثلج للأردن، بينما استذكر الأردنيون قول الشاعر المثلوجي حبيبتي ممتنعة عني ويستهويها الهرب، كأنني أنا الأرصاد الجوية وكأنها طقس العرب. شركة الكهرباء ترجح أن انقطاع الكهرباء خلال المنخفض كان بسبب وزارة الزراعة وأشجارها، والأخيرة ترد شجرات بنات عالم ناس وما بعرفن الزايحة. رخص أسعار السلع المحلية يؤدي لاحتجاجات عارمة في الدول الإسكندنافية، والغيرة تأكل قلوبهم. التربية تؤكد أن المدارس الدولية أكبر من كل المتحورات، وما ينطبق عليها لا ينطبق على أبناء القرى والمخيمات، والوزارة أوضحت قائلة أرجوكم ما تعتبروا الموضوع خيار فقوس، ما بدنا تفهمونا صح. ومن الشأن المحلي إلى لبنان اللي أسخن منا، سعد الحريري ينهي مشواره السياسي بعد إصابته بشظية انشطارية من النفوذ الإيراني، لكن هذا الأمر لم يثني الشباب الواعد في الأردن ممن ولدوا في العهد الآدمي عن مواصلة السياسة والقربطة بالمناصب، حيث أكدوا لن تثنينا مدرات البول عن خدمة الوطن وأولادنا وأحفادنا. ودولياً، بايدن يمنع 130 مليون دولار مساعدات لمصر بسبب حقوق الإنسان، والأردن يؤكد عم بايدن إحنا شاطرين مش زيهم، لا تنسونا من صالح تبرعاتكم.